أشرف وزير التجهيز والماء نزار بركة على إعطاء انطلاقة أشغال بناء أكبر وأطول جسر طرقي بالمغرب على واد الساقية الحمراء في الطريق المداري لمدينة العيون بكلفة 1.38 مليار درهم. هذا المشروع الضخم يأتي كجزء من مشروع الطريق السريع تزنيت الدخلة، ويعتبر جزءا من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. الجسر يمتد على طول 1648 مترا و 21.4 متر على مستوى العرض، ومن المتوقع أن تستغرق الأشغال به 40 شهرا. يتكون الجسر من طريقين مزدوجين وممشى للراجلين، ويستجيب لمعايير السلامة والاستدامة البيئية. هذا الجسر سيساهم في تعزيز البنية التحتية الطرقية وتدفق حركة المرور من وإلى الأقاليم الجنوبية، وسيربط المغرب بعمقه الإفريقي، كما سيعمل على تجنب الانقطاعات في حركة السير بسبب فيضانات واد الساقية الحمراء، وتحسين السلامة الطرقية في مدينة العيون. نزار بركة أكد أن هذا الجسر هو الأكبر في المغرب، وسيساهم في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتعزيز الخدمات لمستعملي الطريق، كما أن الطريق السريع تزنيت الدخلة تشجع على الاستثمار في الجهات الجنوبية. تم تقديم شروحات حول تقدم أشغال مشروع الطريق السريع تزنيت الدخلة الذي بلغ نسبة إنجازه 97%، مع فتح 980 كيلومترا و15 منشأة فنية كبرى أمام حركة المرور. وبذلك يعد هذا المشروع رافعة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.